بينده سوريا، والقلب بيعشق سوريا، العز بينده سوريا. صباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية. اليوم الجمعة 19 أيار 2017، إن شاء الله يكون حامل بين لحظاته كل ملامح الخير والسلام يلي منحتاجها بحياتنا. رحلة جديدة أعلننا بدايتها ضمن مساحتنا اليومية. صباحنا غير، لكن هالمرة من أرض رسمت عبر التاريخ صورتها بالذاكرة كأحد أهم المصايف السورية الزبدانية، يلي أول ما منذكرها بيتبادر لأذهاننا السيران ولمة العيلة. هالأرض يلي أثبتت وأكدت بصمودها إرادة الحياة عند السوريين، الأرض يلي حاول الإرهاب الأسود استهدافها، لكن صوت الحق هو يلي انتصر على رجس الإرهاب بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري، يلي من هون من الزبداني منوجه لهم تحيتنا الكتير كبيرة أكيد لكل الجيش العربي السوري. ونحن حاليا موجودين تحديدا جوار كنيسة سيدة الرقاد للروم الأرثوذكس، أكيد رح نرافقكم بحلقة مميزة وبرحلة صباحية مفعمة بملامح المحبة والإيمان. إيمان من جديد يسعد صباحكم لكل مشاهدينا، وبدي صبح على زميلتي سالي. يسعد صباحك يا سالي. يسعد صباحك يا ليا، وصباح الإرادة وصباح الصمود، صباح كل مين عم يتابعنا. موعدنا بيتجدد معكم من الزبداني. اليوم أصوات الصلوات عم ترتفع من هالأرض، وتحديدا من كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس، كإعلان لإرادة الحياة وعودتها إلى الزبداني يلي كانت وما زالت رمز الحياة الحلوة والمحبة والألفة، بهمة وتضحيات أسياد المكان وأبطال الزمان رجال الجيش العربي السوري. محطات وضيوف رح نترافق معكم من ذاكرة الزبداني، لكن بعد الفاصل. خير حصد البيدر، زور وشوف كيف تعمر، على تراب العز ونور، خلى الصدر يفتح الظهر، زرع الخير وحصد البيدر. نحن تعلمنا وعلمنا ولدنا، بعد الله نحب بلدنا. نحن تعلمنا وعلمنا ولدنا، بعد الله نحب بلدنا. سوري كالحب الأرض الشعب الوطن الغالي، يا رب تبارك سوري. أكيد نحن متابعين معكم، ومرجع منذكر مشاهدينا بهي الحلقة المميزة من الزبداني. يعني سالي، يمكن على طول الطريق رافقتنا مشاعر ممزوجة، مشاعر فرح ولكن ممزوجة بالحزن على المشاهد الدمار، ولكن إرادة الحياة هو العنوان الكبير مثل ما شفنا بضيافة أهالي الزبداني وبوجوههم الطيبة اللي استضافونا فيها اليوم. أكيد يا ليا، رغم الحزن ورغم الألم ولكن هناك إرادة قوية، إرادة الحياة أقوى. إن شاء الله يا رب بترجع بتتعمر الزبداني وكل شبر من الأراضي السورية. أمين. لأنه بفضل أبطال الجيش العربي السوري لن ينال الإرهاب من أي ذرة تراب من تراب سوريا. أكيد سالي، ومثل ما سامعين أصوات القضاديس، هي هلأ عم تقام القضاديس، ولكن هلأ رح ننتقل مباشرة إلى زميلتنا ماتيلدا كربوج، يلي سوا رح نشوف خليل أول طفل رح يتعمد بكنيسة رقاد السيدة العذراء من بعد ما تم تحريرها من رجس الإرهاب. خلينا نروح سوا ونشوف خليل، عمادة خليل بالكنيسة. معك ماتيلدا، تفضلي. صباح الخير ماتيلدا، يسعد صباحك. عم تسمعينا؟ يسعد صباحك يا ماتيلدا. يبدو أصوات الصلوات والقداديس عم ترتفع، وناطرين زميلتنا ماتيلدا لتنقلنا بمباشر العمادة.
صحيح سالي، يعني عبق البخور الموجود بالمكان يمكن هو طاغي على حجم الدمار الهائل يلي موجود بهيدي المنطقة. أكيد نحن متابعين معكم بصباحنا غير وبهي الحلقة المميزة، وضيوف كتار رح يكونوا معنا من أكيد الزبداني وأيضا من أماكن أخرى لحتى نحكي عن هي المدينة، لحتى نحكي عن عراقتها، لحتى نحكي عن التصييف وذكريات أهالية. وأكيد رح ننقل مباشرة الصلاة التي تقام اليوم بوجود العديد من الشخصيات الدينية والسياسية أيضا يلي اليوم جايين بزيارة خاصة لهيدا المكان لحتى يزوروه من بعد ما تم تحريره من رجس الإرهاب. أكيد ليا عم نشوف حتى قلوب يعني صلوات عم ترتفع اليوم من الكنيسة، هيدا أول صلاة اليوم تقام من كنيسة رقاد السيدة العذراء، عم ترتفع الصلوات لنثبت لكل العالم أنه نحن ما زلنا موجودين، صلاة نحن منحارب بالصلاة وهن بحاربوا بالسلاح، ولكن تبقى إرادة الحياة أقوى يا ليا. أكيد سالي، أكيد نحن هلأ رح ننتقل بعد شوية لحتى ننقل أجواء الصلاة ولحتى ننقل تفاصيل الناس اللي جايين يمكن من كل المناطق لحتى يشاركونا اليوم بهيدي الصلاة. يمكن صارت جاهزة بالكنترول ماتيلدا، صارت جاهزة معنا؟ نعم ماتيلدا، قل له أنا هون. نعم ماتيلدا رح ننتقل اكيد لعندك لحتى تحطينا باجواء اكيد الصلاه يلي عم تقام حاليا بوجود العديد من رجال الدين، ايضا بوجود العديد من الشخصيات السياسيه الرسميه وايضا شخصيات من الزبداني. اهالي جايين مشتاقين، يمكن من شوي لفتني مشهد صبايا جايين عم يتفرجوا على الكنيسه، كانوا عم يحكوا على ذكرياتهم، عم يحكوا على ذكريات هون كنا قاعدين وهون كنا ماشيين بكل دمعة بكل قرنة لهم ذكرى، هون كانوا يقعدوا طبعا بس حس بنفسهم هذا المشهد، ولكن بنرجع بنقول انه إرادة الحياة أقوى وبنرجع بنقول انه رح تتعمر إن شاء الله. صحيح يا سالي. صارت ماتيلدا جاهزة معنا يا شباب؟ معناتها هلا يا ليا رح ننتقل هلا رح نعود لزميلتنا ماتيلدا. يبدو اجواء الصلوات طبعا اجواء هي فرح وحزن ممزوجه، ولكن هلا رح ننتقل لاستديو الاخبار مع زميلتنا علا ابو خضر يلي رح تنقلنا اخر الاخبار على الساحه العربيه والعالميه والسياسيه. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك سالي وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزا لاهم الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. جلسة جديدة من المحادثات بين وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف ضمن الجولة السادسة من الحوار السوري السوري. وكان الدكتور الجعفري قد أكد في تصريح صحفي أن وفد الجمهورية العربية السورية أجرى أمس محادثات مع المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وفريقه، وأسفرت المشاورات عن التوصل إلى اتفاق بدأ بموجبه اجتماع بين خبراء من الوفد وخبراء من مكتب المبعوث الخاص. استشهد عدد من أهالي قرية عقارب الصافية شرق مدينة السلمية جراء اعتداء لتنظيم داعش الإرهابي. وذكر مراسل الإخبارية أن مجموعات إرهابية من تنظيم داعش هاجمت بأعداد كبيرة الأهالي في قرية عقارب الصافية واقتحمت عددا من المنازل المنتشرة على الأطراف الجنوبية للقرية قبل أن تتدخل وحدات الجيش والقوات المسلحة ومجموعات الدفاع الشعبية وتمنعهم من الدخول إلى وسط القرية.
إلى فلسطين المحتلة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت مساء الخميس في محيط حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن 4 شبان أصيبوا بالرصاص الحي ووصفت جراحهم بالمتوسطة، فيما أصيب 15 آخرين بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الجمعة أمام الناخبين الإيرانيين اعتبارا من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك في إطار الانتخابات الرئاسية بدورتها 12. وكان من المقرر أن يخوض الاستحقاق الرئاسي الإيراني في هذه الدورة 6 مرشحين هم مصطفى مير سليم ومصطفى هاشم طبة وإبراهيم رئيسي وحسن روحاني ومحمد باقر قاليباف وإسحاق جهانجيري، لكن قاليباف أعلن في بيان أنه انسحب من السباق الرئاسي لصالح إبراهيم رئيسي، فيما أعلن جهانجيري هو الآخر في بيان له أنه انسحب لصالح حسن روحاني. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك سالي. سالي شكرا لك زميلتنا علا أبو خضر، وأكيد مكملين من أرض الصمود وأرض الإرادة وأرض النصر أكيد من منطقة الزبداني. وبيسرنا أكيد نرحب بضيوفنا الأستاذ غسان شاهين، يسعد صباحك، والأستاذ وسام الضبي أكيد كمان يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم بالزبداني عروس المصايف. اهلا وسهلا فيكم. يعني كنا عم نحكي من شوي مشاهد بترد الروح ولكن في غصة بنفس الوقت، خلينا نحكي شوي شعوركم من بعد ما تم تحرير منطقة الزبداني بفضل ابطال الجيش العربي السوري وتمت زيارتكم لاول مرة، كيف كان الشعور؟ خلينا نحكي ذكرياتكم، قديش هيك صار تراجع شريط يمكن شريط الذكريات بالحياة. كان ممزوج بالفرحة بالنصر، بالفرحة بالعودة، مع الغضب من اللي صار، من منظر الدمار، من الإرهاب الأسود اللي حاول يغطي على الفكر السوري الأصيل والتراث السوري الأصيل ليدمر أجمل منطقة بسوريا وأجمل مصايف سوريا. صحيح. للأسف فكر حاول يغطي على فكر تاني بيحب الحياة، بيحب النور، بيحب الأمل. عن جد شفناهم اليوم، عن جد بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لكل أهالي الزبداني. التحية الكبرى والأولى لدماء شهدائنا. صحيح. اللي عمدت هاي الأرض بدمائهم لنشهد نحن نكون شهود على قيامتها الجديدة، وهي كانت فكرة الصلاة اللي هون، صلاة العودة مثل ما سميناها. فكانت هاي الفرحة بفرحة العودة لمواجهة الفكر اللي حاول يسيطر علينا، الفكر الظلامي. أكيد أبواب السماء مفتوحة اليوم لترتفع هاي الصلوات لإلها. أستاذ غسان رح ناخذ منك كمان سؤال صغير، يلي بيسمع كلمة الزبداني بيتراود له سرغايا، الجرجانية، جميع المناطق اللي بتتصف بالمناخ الرائع. الزبداني منطقة ينبع من جنوبها نهر بردة ويحد سلسلة جبال سورية طبعا، وهي الطريق الواصل على مع بيروت. يعني الزبداني هي منطقة استراتيجية تعتبر الارهاب انه يفوت لارضه، ولكن مثل ما شفنا عم نشوف اليوم الصلوات ترتفع. حضرتك كمعلم سياحي حاول الارهاب يستهدفه، شو بنقول اليوم وعم نشوف الصلوات عم ترتفع اليوم؟ انا بدايه بدي اقول شيء عن الزبداني بالذات. الزبداني اسم مرتبط باسم القدره العظمى التي اكتشفها الانسان السوري قبل الميلاد ب10,000 سنه من ما بين النهرين، فهي زبد آن، هي مرتبطة بآن. نعم. آن الذي كان ملازماً لإيل، فهي من ذلك الوقت معروفة لدى الجميع، لدى كل الحضارات التي مرت على سوريا. الزبداني ليست فقط نقطة استراتيجية، للأسف نحن صرنا نحكي بالأسماء العسكرية الآن. نعم. أولاً بالبداية كنا نشوفها نقطة التقاء، نقطة تحابب، نقطة تلاقي بين لبنان وسوريا. أكيد. هي نقطة التقاء يلتقي فيها اللبناني مع السوري تلقائيا. صح. وبعفوية، يرددان سوية الدلعونة والموال،
واللالا والميجنة الأغاني حتى كانت مشتركة، حتى الهواء كان مشتركا، وما كان لأي من اللبنانيين أن يذكروا الزبداني دون أن يتذكروا نبع بردة مثل ما تفضلت قبل شوي والعكس صحيح. أما ما نراه الآن فالحقيقة أن الفكر الظلامي الذي تحدث عنه صديقي الأستاذ وسام، في الحقيقة الفكر الظلامي حاول أن ينتهك أعراض عقولنا، ليس فقط أعراض منازلنا، انتهك أعراض عقولنا، لكن أين منه ذلك؟ لن يستطيع أبدا أن يمس فكرنا وعقيدتنا وإيماننا بوطننا وبترابنا وبحضارتنا وبلقائنا مع بعضنا وبانتمائنا لبعضنا، لن يستطيع، بدليل أننا ها نحن الآن نصلي من جديد في هذه الكنيسة رغم الدمار. ما كنت أتوقع وأنا في الطريق أن أرى هذا الدمار الذي حل بهذه الكنيسة. أياً كانت الحروب في أي مكان في العالم كانت تراعى حرمة بيوت الله، صحيح. ومن كان يؤمن أن هذا البيت هو بيت الله ما كان له أن يضربه، بمعنى آخر من ضرب بيت الله ودمر بيت الله ما كان أبداً قريباً من الإيمان. ونحن نعلم كلنا أن من لمس أيقونة السيدة العذراء ليدنسها لن يستطيع أبدا أن يمحو صورة مريم من القرآن الكريم. أكيد. صحيح صحيح أستاذ غسان. أستاذ وسام رح ننتقل لحضرتك، خلينا شوي نحكي عن مجلس رعية السيدة العذراء، وخلينا نحكي يمكن أكيد كلكم مجتمعين وعم تحطوا خطط جديدة، وأول خطوة يمكن تم تنفيذها إقامة هيدي الصلاة اليوم، الخطوة القادمة يعني شايفين متحمسين بقلوبكم وبروحكم وكلكم يمكن إيد بإيد لنعمر مثل ما شفنا مكتوب على باب الكنيسة، خلينا نحكي شوي شو محضرين. أنت مثل ما تفضلتي وحكيتي شفتي شعارنا كان لأنه زمن القيامة ونصر سوريا قيامتها، كانت هذه المبادرة. مجلس الرعية تألف من جديد يعني عمره أشهر، والحمد لله تبارك بخطوة النصر والعودة، لذلك كانت هاي الخطوة هي بادرة أولى. مثل ما تفضل الأستاذ غسان كان لازم مواجهة الفكر الظلامي بفكر جديد يعني فكر الحياة. هؤلاء الشباب اللي شفتوهم، هؤلاء الصبايا اللي شفتوهم، ما كان لازم تتدمر نفوسهم مثل ما تدمر الحجر بالبلد. نحن خلينا نقول للإرهاب، خلينا نقول للظلام، خلينا نقول لكل مين مول ودعم وأيد إنه كل جهودك راحت عبس. دمرت الحجر، الحجر يمكن إعماره، لكن لم تدمر نفوس شبابنا، لم تدمر نفوسنا، لم تدمر حياتنا. لذلك كانت هذه المبادرة من مجلس الرعية مع رؤية بجهود الحكومة والدولة وكل الدول الراعية والجمعيات المساندة والقوى الرديفة لإعادة إعمار هذه المنطقة بداية بالكنيسة. عم يتم تشبيك هي الجهود أو الخطط طبعاً مع جهات طبعاً رسمية؟ طبعاً. هلأ أنت حضرتك إذا بتلاحظي الضيوف اللي موجودين بالكنيسة هن ممثلين للكل تقريباً، وبرعاية حكومية لكل الجهود ولكل الجمعيات. أكيد أستاذ وسام، العمادة اليوم هي دليل وهي إشارة ولادة جديدة. العمادة هي بس الإنسان يتعمد هو خلق بحياة جديدة، والزبداني رح تخلق بحياة جديدة، ورح نعمر حجر فوق حجر بفضل هالشباب وهالصبايا وهالعالم كل المجتمع. يسلم تمك، بفضل هالبشر اللي لسه نفوسهم ما تدمرت ولا زالت حية. هذه العمادة تمثل عمادة هذه الأرض بدماء شهدائنا إن شاء الله، لتكون قيامة جديدة لهذه الكنيسة والمدينة. نعم إن شاء الله، ولسوريا بإذن الله إن شاء الله. أكيد سيد غسان، نحن بالعادة بنستضيفك بالاستوديو بالإخبارية وبنحكي عن مناطق، اليوم نحن بالزبداني وبالمنطقة نعم، وبنحكي يمكن بنحكي بنتخيل بمخنا الحكي اللي عم نحكي اليوم. خلينا نحكي، حكينا يمكن عن الأهمية الجغرافية، خلينا نحكي عن الأهمية اللي بتتضمنها منطقة الزبداني، قديش هي مهمة بجميع المناحي، يمكن الاقتصادي الاجتماعي بجميع مناحي الحياة. يا صديقتي الحقيقة السياحة بالأساس هي رديف اقتصادي لاقتصاد الوطن، والسياحة لا تقف عند حدود مشاهدة الأماكن الأثرية والتاريخية. عفوا أستاذ غسان، يمكن العمادة صارت جاهزة، خلينا ناخدها ونتابع معك، يمكن هلأ العمادة صارت جاهزة. حديثنا مطول معك مطول. نحن رح ننتقل أكيد لزميلتنا ماتيلدا كربوجي اللي صارت هلأ جاهزة وجر العمادة تحضر لنشهد طبعا ولادة جديدة. صباح الخير ماتيلدا.
لعمادة وهي سر الميرون، دلالة على الحياة الجديدة للطفل ورمز لأيضا حياة اللي عم تعيشها الزبداني. خلونا مع بعض نتابع أجواء العمادة مع المحاور الموجودين. وعلى اسم البلد خليل، خليل الوديع خليل بن اسحاق، ان ينتجي لاسمكم القدوس ويحفظ تحت ست جناحيه. ابعد منه تلك الضلاله القديمه، يملاه من الايمان والرجاء والمحبه اليك، لكي يعلم انك انت والحق وحدك وابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس. اعطه ان يسمع جميع وصاياك، اكتبه في سفر الحياه، اجعله متحدا في العهد مولده، يمجد باسمك القدوس واسم ابنك الحبيب ربنا يسوع المسيح واسم روحك المحيي. ولتكن عيناك ناظرتين اليه بالرحمه كل حين، واذناك سامعتين صوت تضرعه. ابهج في كل عمدات جنسه لكي يعترف لك سامع الدين المتعالي. وسبحك كل حين جميع ايام حياتك، فان لك تسبح كل قوات السماوات ولك هو المجد أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب صباوت إله إسرائيل، الشافي كل مرض وكل استرخاء، اطلع على عبدك هذا خليل، وافحصه وامتحنه وافزع عنه كل مفرات الشيطان، وانتهر عنه كل الأرواح النجسة واطردها مطهرا عمل يديك. استعمل سرعة أفعالك واسحب الشيطان تحت قدميه سريعا، وامرحه الظهر عليه وعلى أرواحه النجسة، حتى إذا نال مراحمك يستحق أسرارك السماوية غير البائدة، ويرسل لك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ربنا يسوع المسيح، أنت أنقذ خليتك آدم من عبودية العدو، وقله في ملكوتك السماء، وافتح زوجك يشق فيه نور جيلك في الحياة كل يوم، وخلصته من كل السيئات وكل شرير. أبعد منه كل روح شرير نجس في قلبي، أبعد منه كل روح شرير نجس مخفي وعشش في قلبي. روح عبادة الأصنام وكل شيء واستكثار روح الكذب وكل نجاسة مفعولة بحسب تعليم إبليس، اجعله خروفا ناطقا في رعاية مسيحك المقدسة، عضوا مكرما لكنيستك، أبدا للنوارة لملكوتك، لكي يسلك بحسب وصاياك ويحفظ الختم غير مفك ويصون اللباس غير مدنس، فينال غبطة القديسين في ملكوتك بنعمك ورأفات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي انت معه مبارك مع روحك الكل القدس الصالح والمحيي الان وكل ان والى دهر الداهرين. أترفضان الشيطان وكل أعماله وجميع ملائكته وكل عبادته وكل أباطيله. نعم أترفض الشيطان. أترفضان الشيطان وكل أعماله وجميع ملائكته وكل عبادته وكل أباطيله. نعم أترفض الشيطان. أترفضان الشيطان وكل أعماله وجميع ملائكته وكل عبادته وكل أباطيله. نعم أترفض الشيطان. أتوافقان المسيح. نعم أتوافقان المسيح. نعم أوافق المسيح. أتوافقان المسيح. نعم أوافق المسيح. وهل تؤمنان به؟ كل سوا أؤمنوا بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء.
يعني شكرا لك ماتيلدا، نقلنا هيدا الأجواء اليوم من الكنيسة، ورح نرجع نتابع حديثنا مع ضيوفنا اليوم من هيدا المنطقة، من أرض الحياة، من منبع الصمود. أستاذ غسان، كنا عم نحكي معك طبعا عن الأهمية السياحية وتحديدا الاقتصادية لمنطقة الزبداني، نحكي شوي اليوم عن الأهمية. أنا كنت عم أقول إنه الاقتصاد السياحي هو جزء رديف لاقتصاد الوطن، والاقتصاد السياحي لا يقوم فقط على زيارة المواقع الأثرية والسياحية، بل على ممارسة النشاطات السياحية التي لا تقف عند حدود مدينة الملاهي ومدينة الألعاب والتسلية، بل أيضا تذهب إلى المناطق التي تمتاز بالهواء العليل والتي بحد ذاتها تشكل جاذبا طبيعيا لأي إنسان أن يأتي إليها. لن أعيد ما تفضلتم به قبل قليل كم كانت الزبداني وما زالت منطقة الزبداني مقصدا للسياح للتمتع بهوائها الممتع، لكن أيضا كان في ميزة أخرى للزبداني، قرب الزبداني من البساتين. يعني البساتين كانوا أصحابها، شو كان الموسم يطفوه ويطلعوه على باب البستان، هذا كلها كان متذكره، كتير غالي عليهم، كان كتير غالي عليهم. كنا ناخد أطيب كرز وكنا ناخد أطيب تفاح. والله هلا سرقنا كرز نحن نستزرع طبنا وأكلنا. أنتوا سرقتوا ما اشتريتوا، بس هنن أهل الزبداني مستعدين يقدموا لكم ياهن كلهم هدية، لأنه هنن بيعرفوا محبتكم، والحقيقة هنن عم يريدوا أن يعيدوا نفسهم إلى الوطن. أهل الزبداني بدليل مجيئهم اليوم بهذه الكمية من الناس. أكيد أستاذ غسان، هنن موجودين يعني تالي. أكيد نحن وعم نتابع حديثنا معكم، عدسة زميلنا غياس رح تنقل لنا تفاصيل الصلاة المقامة اليوم بمنطقة الزبداني بعد ما تم تحريرها من الإرهاب. اليوم الصلاة ورائحة البخور وأصوات القداديس واجتماع المؤمنين، عن جد مشهد بيرد الروح. أكيد أكيد بيرد الروح، لأنه بيرد إحساس الإنسان بإنسانيته، لأن الإنسان لا يستطيع أبدا أن ينفصل عن إيمانه بالله. صحيح أكيد، وبدنا نوجه تحية لكل رجال الدين يلي اليوم مجتمعين لحتى يأدوا الصلاة ولحتى يباركوا المكان يلي تم تحريره الزبداني وجميع أنحاء سوريا أكيد. ومثل ما عم نتابع تفاصيل الصلاة من كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس من الزبداني مباشرة، عم نشوف لقطات بهي الحلقة المميزة من صباحنا غير من الزبداني. مثل ما عم نتابع أكيد مع بعض مجتمعين المؤمنين لحتى تكون روح وحدة، لحتى تكون دعاتهم وحدة. أكيد سالي، أكيد نحن ما زلنا عم نتابع هلا لقطات، إن شاء الله تحمل هيدا الصلوات وهالقداديس كل الإيمان والمحبة من قلوب طبعا عم ترفع قلوب المؤمنين. ذكريات كثيرة طبعا تركت أثر، نرجع منقول هو شعور مزدوج، هو شعور حزن ولكن شعور فرح، وإن شاء الله يا رب هالفرح بعم كل شبر من أرض سوريا. أكيد نحن بهمة أبطال الجيش العربي السوري ما رح يكون للإرهاب والظلام مكان، الغيوم السوداء تمر ولكن تزول، ومثل ما زالت الغيمة السوداء عن الزبداني ستزول عن كافة المناطق السورية. نعم سالي أكيد أكيد. رح نرجع لعند حضرتك أستاذ وسام، خلينا نحكي شوية ذكريات عن أهم يمكن القداديس وأهم النشاطات يلي كانت تقام بكنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس. خلينا نحكي شوي ذكريات ونذكر ببركة هالقداس يلي طالع على الهواء هلأ. هذه الكنيسة على اسم صاحبتها سيدة الرقاد، كان احتفالها يكون ب 15 آب من كل سنة، كانوا يجتمعوا أهل الرعية ويجوا ضيوفهم ويفتحوا بواب الزبداني مثل ما كانت مفتوحة دائما. نعم. أنت قلتي أنك سرقتي كرز، بس بساتين الزبداني استعرت بساتين الزبداني دائما مفتوحة وما لها أسوار، والناس كانت تعمل سيارين فيها وتقطف وتاكل وصحوا هنا. لا أنا طلبت إذن، أنا طلبت إذن وأكل. وهلأ عودة لدورة الإنتاج من أول وجديد. بإذن الله خلال البساتين ومن خلال المنتجعات السياحية اللي موجودة بمنطقة بلودان والمطاعم. نعم.
نعم أكيد. يعني أستاذ غسان خلينا نحكي عن أصول كلمة الزبداني، هي أصول أرامية بعدين انتقل أصل سريان أو أصول أرامية ولكن هي كلمة سريانية ثم انتقلت إلى اليونانية. خلينا نحكي عن أصل كلمة الزبداني هيدا المنطقة يلي طبعا مرتبطة بتاريخ دمشق وهي مرتبطة بالتاريخ وبالعراقة وبالأصالة. أذهب بالتاريخ كما سبق أن بدأت حديثي، أذهب بالتاريخ إلى الفترة التي اكتشف فيها الإنسان السوري الأول ذلك الرمز الكبير الذي لم يعرف أن يسميه الله بل سماه القدرة العظمى. فالقدرة العظمى التي أطلق عليها الإنسان في ذلك الوقت ب10,000 سنة قبل المسيح أطلق عليها اسم مستوحى من لغته، أطلق عليها إيه، تغير إيه مع تعدد اللهجات في المنطقة. فأصبح عم نتابع لقطات وحضرتك حديثك عم نتابع وعم نتابع لقطات. نحن بدنا نحكي تحديدا عن أصل الكلمة هي تمام. سريانية ما هيك؟ تمام، هي الكلمة سريانية لكن أصبحت الكلمة مضاف ومضاف إليه. نعم. وبدأنا نجد لمرادف إيل حروف وكلمات أخرى مثل أون وآن. نعم. فأصبح هناك قلم أون، زبد آن، بلود آن، كل هذه الأسامي كانت ترتبط على طريقة المضاف والمضاف إليه. نعم. من بداية ذلك الوقت حتى الآن. لكن عندما أتت الديانات ووجهت أنظار الناس إلى من أطلقوا عليها اسم القدرة العظمى وسمته الله، لم تبدل هذه الأسماء باللغة الآرامية أو باللغة السريانية. أكيد أستاذ غسان، تاريخ الزبداني هو تاريخ طبعا قديم، وكانوا السكان بيقصدوا أو بيستوطنوا بالزبداني لكثرة خيراتها لأرض الطيبة لأرض الخصبة. نعم أكيد، نحن متابعين بهي الحلقة الاستثنائية من صباحنا غير، متابعين أكيد مع ضيوفنا ومتابعين مع فقراتنا متابعينا مع فقراتنا اكيد يلي محضرينا. خلينا نروح نحضر اجواء الصلاة سالي، خلينا ننتقل بالصوت والصورة نحضر تفاصيل الصلاة ونرجع. إنا به شيطانا وقد جن فما بالكم تستمعون له. وقال آخرون هذا ليس هذا كلام به شيطان، فلعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان. وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يوم ماشيا، وكان يسوع ماشيا في الهيكل في رواق سليمان. فأحاط به اليهود وقالوا له حتى متى تعلق أنفسنا؟ كنت أنت لن المسيح فقل لنا علانية. أجابهم يسوع أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، لكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. إن خرافي كما قلت لكم تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني. Thank you.
نعم نعم أكيد نحن متابعين معكم وكنا عم نشوف لقطات من القداس المقام بكنيسة رقاد السيدة العذراء برئاسة المطران لوقا الخوري وموسى الخوري وعدد من رجال الدين يلي وعدد أيضا من المؤمنين يلي جايين من مختلف المناطق السورية ومنهم من أهل الزبداني لحتى يشاركوا اليوم بهيدا القداس. وأيضا بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لكشاف كنيسة رقاد السيدة العذراء يلي كمان محضرين مراسم لاستقبال الوفود الرسمية اليوم. يعني أهالي الزبداني مستنفرين اليوم مبسوطين ومعاطين فرحتهم لحدا. اللي شفتيهم هن هلا بفترة امتحانات مثل ما بتعرفي، صح. مجرد ما عرفوا بإقداس العودة اجوا من مناطق اللي كانوا هن ضيوف فيها مثل جرمانة وبلودان وصحنايا، نعم. تركوا امتحاناتهم وتركوا سكنهم وتكبدوا عناء المجيء لهون على حسابهم الشخصي حتى، واجوا لحتى يشاركوا بمراسم الاستقبال ومراسم قيامة المدينة. نعم يعني تحضيرات كثيرة وجهود كبيرة بذلت لإقامة هيدا القداس اليوم. خلينا نحكي شو تحضيرات القداس يلي هلا عم نشوفه مباشرة على الهواء. بدأت التحضيرات من ثاني يوم تحرير المنطقة. نعم. كانت الجهود الحكومية جبارة بفتح الطرق لأنه كانت الطرق مغطاية بالدمار. صحيح. تعاونت كل الجهات لتسهيل الدخول للكنيسة، مثل ما شفتي وقت اللي فتي أنه الكنيسة هي تتوسط المدينة. فكانت الدخلة لهون كتير صعبة. كانت الجهود الحكومية كتير متعاونة وجبارة معنا لحتى تم فتح الطريق أولاً، بعدين تعاون مجلس الرعية مع أبناء الرعية مع الشباب اللي موجودين بتنظيف بهو الكنيسة والساحة اللي نحن قاعدين فيها لحتى تكون مستعدة لاستقبال الناس. كمان التحضيرات كلياتها اجت على كتاف شباب هذه الرعية. أكيد الله يعطيهم العافية. الله يعافيكم وشكراً كثير لكم لتغطية الجهود هاي. هذا واجبنا. أكيد أستاذ غسام بدنا نرجع لك ونحكي كمان عن منطقة الزبداني وعن الجبال التي تحيط بالزبداني. نحكي عن هذا الموقع، الإرهاب حاول يدخل كل منطقة بهدف معين، برأيك الزبداني ليش استهدفت من قبل الإرهاب؟ تتصل بين الحرمون والقلمون. الحقيقة هي النقطة اللي نحن موجودين فيها، نحن على سفح جبل حرمون. وعلى سفح جبل القلمون. لما بنطلع على جبل بلودان تطل علينا صيدنايا، يعني الاتصال الجغرافي هو اللي بيشكل التواصل الاستراتيجي كان للمسلحين. لكن أين منهم من ذلك؟ لأنه أكيد على الطريق كانت تقطع أوصال التواصل بيناتهم من قبل جيشنا الباسل، من قبل القوات الرديفة، من قبل كل القوى اللي كانت متعاطفة ومتضامنة مع الجيش السوري. كذلك الأمر مهما حاولوا، مثل ما سبق وحكينا، مهما حاولوا انه يعتبروها منطقة استراتيجية لاستمرار وجودهم واستمرار بقائهم، بواقع الامر حرمون والقلمون جبلان شقيقان اخوان لا ينفصلان، متوازيان مثل اي خطين، لن يلتقيا الا بالمحبة ولن يلتقيا الا بالود وبالتعاطف، وهذا ما أثبته جيشنا الباسل وشعبنا المتضامن. كان طبعاً درع حصين. طبعاً هي درع أكيد. رغم كل شيء نحن بفضل كل زند من زنود أبطال جيشنا العربي السوري عم نشوف المناطق السورية كلها عم تتحرر، واليوم خير شاهد هي الصلوات التي تقام من قلب كنيسة سيدة. أنا بدي أرجع لمسألة العماد اللي توجه للحديث عنها الأخ وسام، الأستاذ وسام. الحقيقة رمزية عماد هذا الطفل في هذه المدينة ستذهب معه طيلة حياته. صحيح. وستذهب مع كل الأجيال التي ستليه. ورمزية دخوله بالبدلة العسكرية أيضا مثل ما تابعنا. دخوله وهكذا. وكذلك الأمر العماد هو رمز التقرب من الله. نعم. والعماد بالدم هو رمز التقرب من الله أيضا. الزبداني عمدت أرضها بدم شهدائها، لكن ذلك الدم هو الذي وصل بالزبداني إلى حالة التحرير وحالة النصر التي نحياها اليوم
ونفرح بوجود ورؤية كل هؤلاء الناس حولنا. نعم أكيد، يمكن شعور كتير مهم وشعور كتير حلو اليوم عم نقدر قد ما فينا نوصله للمشاهدين من بعد يمكن هاللقطات، من بعد هالمحبة الموجودة بقلوب أهالي الزبداني. أستاذ وسام، يمكن الإرهاب ما خلى حجر على حجر للأسف، مشاهد فظيعة، دمار جدا فظيع. إرادتنا أقوى ونحن أقوى طبعاً، أقوى خططنا القادمة في إعادة أعمار منطقة الزبداني. خلينا نحكي عنها شوي، وخلينا يمكن نصلي لحتى تكون مثل ما عم نسمع الصلوات تتم العملية بأكمل وجه وبسرعة. يمكن إن شاء الله نحن بنقول بنتأمل خير. هلا أنت مثل ما قريتي الأمل بعيون الشباب والناس صح. اللي حاضرة عن جد احنا جئنا على ذكر، انت تفضلتي قلتي انه الارهاب دمر كل ما خلى حجر على حجر، صح؟ بس برجع باكد لك ارادتنا اقوى. نعم الحجر ما هو مهم قدام البشر. اهم نقطه هلا بموضوع الزبداني هي اعاده احياء العمليه الانتاجيه. نحن عندنا سهل الزبداني منطقه انتاجيه زراعيه، اضافه لمنطقه بلودان هي رديف سياحي مهم بالمطاعم والمنتجعات الموجوده فيها. فمجرد دورة الإنتاج لمنطقة الزبداني لح تكون هي دعم وسند لأهلها، رديفة للجهود الحكومية بإعادة الأعمار. نعم نحن ما بدنا ننطر لا دعم من حدا من برا، ولا بدنا ننطر شركات تجي تحتلنا، ولا بدنا ننطر حدا يجي لا أعدائنا اللي دمرونا لحتى يجوا هنا يعمرونا. نحن منعمر بإيدينا، بزنودنا، بهمة شبابنا، بهمة حكومتنا، برعاية حكومتنا أكيد. الدول الداعمة لإلنا، بتوجيهات من سيد الرئيس بشار الأسد اللي كان هو الحامي والضامن لوحدة هذه المنطقة وسوريا كلها يعني. نعم نحن يمكن كتير مبسوطين أنه موجود بهيدي المنطقة بمنطقة الزبداني، وموجودين بهيدا المكان المقدس بجانب كنيسة رقاد السيد العذراء. نحن كتير بدنا نشكركم على هالصباح الجميل والمميز وعلى الكلمات النابعة من القلب الأستاذ غسان شاهين. شكرا كتير لحضورك السيد وسام الضبي، شكرا كتير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. شكرا لتغطيتكم ولجهودكم. إن شاء الله دائما نلتقي على النصر. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله كل المناطق السورية بنعمل فيها جولة. ولكن هلا خلينا ننتقل مباشرة لحتى نتابع لقطات من الصلاة المقامة بكنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس. أكيد يترأس القداس سيدنا لوقا الخوري وموسى الخوري أيضا. لقطات من القداس ومتابعين أكيد صباحنا غير. والحياة الأبدية المقدمة هذه القرابين المقدسة من أجل راحة نفوسهم وجميع أمواتهم ليدخل الرب إلى في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. Thank you.
من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. اللهم خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة إلا الرب نسأل. أكيد نحن متابعين اليوم بحلقتنا الخاصة والمميزة من منطقة الزبداني، وأكيد متابعين مع ضيوفنا. من سرنا نرحب برئيس بلدية الزبداني الأستاذ سمير جمعة، والأنسة نينا الخولي مديرة المركز الثقافي. سعد صباحكم اليوم من هيدي المنطقة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية أستاذ سمير، يعني اليوم مجتمعين هالجمعة الحلوة، هي الجمعة المميزة بمنطقة الزبداني من بعد ما تم تحريرها من رجس الإرهاب، خلينا يمكن ننقل للمشاهدين أو نستذكر مع بعض يمكن لحظات وصولكم البلدية. شو نفذت الخطوات الأولى لحتى لتسيير دخول الأهالي لمنطقة الزبداني؟ أنا أول شيء بدي بارك من نصر المؤذر لقائدنا الدكتور بشار حافظ الأسد، والنصر المؤزر وجيشنا وقوات المسلحة والشهداء الجيش لقائدنا المهندس، وإثني على محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم لتفانيه في تقديم الخدمات السريعة لإعداد أعمار مدينة الزبداني. وبالنسبة للمؤسسات لكن إحنا هلأ كان حركة سريعة بعد المكرمة اللي قدمنا إياها القائد بشار الأسد، فنحن صار في حركة سريعة لإعادة الأعمار، يعني من مؤسسات الدولة، من مثلا إعادة كهرباء، إعادة مياه، فتح الفرن الآلي هلأ نحن كنا عم تفتحه، الأبنية التعليمية هلأ إجا عليها كشف وكشفوا عليها كلياتها، في عندنا تنظيف الطرقات من الأتربة وأثار الدمار من العصابات الإرهابية المسلحة اللي سببتنا إياها، نحن فتح السواتر كلياتها طبعا. وبعدين دي يعني المركز الثقافي، مبنى البلدية، مديرية المنطقة، هلأ كلياتهم نحن في حركة سريعة لتأهيلهم كلياتهم بأسرع وقت ممكن بزمن لازم يكون قصير، يعني نحن عطونا توصي إنه يعني لازم أشهر يكون هالموضوع هذا كله خالص. نحن طبعا كل أهالي الزبداني يتوقون للرجوع إلى مدينتهم ومساعدة الدولة في أعمارها، بس يعني تقديم البنية التحتية هي اللي لازم يكون بالدرجة الأولى، يعني تقدم هلا بالاول مرحله لاي العالم يرجعوا، يعني مثلا متى ما صار في ما كهرباء فالعالم بصيروا بيرجعوا على بيوتهم وبيرمموها، يعني لو انه بالمعقول يعني بالشيء البسيط يعني. نعم ان شاء الله قريبا بتبلشوا شغل. طبعا هو الانتصار العظيم اللي حقق بعده بيصير عمليات طبعا اعاده الاعمار والبنى التحتيه ليرجع كل حجر فوق حجر وترجع الزبداني مثل ما كانت وكل منطقه. رح ننتقل لك انسه نينا الخولي، نحكي عن الانشطه الثقافيه التي تقام كانت في مدينه الزبداني قبل دخول الارهاب والعبث فيها. دائما الارهاب هو بيحاول يضرب الفكر قبل الحجر. قديش كان في أنشطة بمنطقة الزبداني؟ قديش كانوا يتجمعوا الشباب؟ قدي كان في منتديات؟ نحكي شوية عن هاي الأنشطة قبل الحرب. بالبداية بحب أتوجه بالرحمة لأرواح شهداء والشكر الجزيل للجيش العربي السوري هالفرصة نرجع لمدينة الزبداني. بالنسبة للمراكز الثقافية هي كانت مشعل النور اللي كان بيهدي الأطفال والكبار معا. بالنسبة للمركز الثقافي كان فيه له خدمات كبيرة. في البداية كانت هناك مكتبة كبيرة تحوي أكثر من 12 ألف عنوان لرواد المكتبة للقراءة. كان عندنا صالة للمسرح تقدم المحاضرات، الحفلات، الندوات. كان في عندنا مشروع شبكة المعرفة الريفية اللي انفتح بالمركز، قدم خدمات الانترنت، قدم خدمات الدورات للأطفال، للكبار، للعجزة، للكبار السن عملنا دورات الطباعة، دورات التعليم الانترنت للكبار والصغار والنساء. نعم. كان في عندنا مشروع بوابة المجتمع المحلي
لمدينة الزبداني على الإنترنت. نعم. كمان بالإضافة كنا نقدم خدمات الطباعية والفاكس والهاتف، كل الأمور كانت متوفرة بالمركز. بالإضافة لهالأمور هي كانت تقام هناك الحفلات، عندنا فرقة الكورال التي كانت تحيي هذه الحفلات بمنطقة الزبداني وعلى مستوى المحافظة أيضا كانت تشارك، وهناك فرق الزجلية التي كانت تشارك بهذه الحفلات. بالإضافة لهذه الأمور كان في عنا نشاطات كتير كبيرة من خلالها كنا نقدم الخدمات الثقافية والاجتماعية للمواطنين كباراً وصغاراً. منها كان عنا مهرجان سوار الشام بالتعاون مع البلدية، كان هذا المهرجان يحيي المنطقة بأكملها. بالإضافة كنا نستضيف بعض البرامج اللي كانت تجي للزبداني لحتى تقدم هالخدمات للأطفال بالأخص، منها برنامج مسار. نعم. برنامج مسار كان برنامج كتير خطوي رائدي بالمنطقة. نعم. قدم كتير شغلات فادت الكبار والصغار. نعم. عودة لعند حضرتك سيد سمير، خلينا نحكي عن الخطوات الحالية والقادمة، عن الخطوات اللي عم تقوم فيها البلدية بمنطقة الزبداني وخاصة بمرحلة إعادة الأعمار، يمكن شو هي المخططات يلي وضعتوها؟ نحن هلا بالبداية يعني فتنا على المنطقة في آثار تهديم كتير كان. صحيح. بس نحن نظفنا الطرقات الرئيسية. نعم. وبلشنا بالطرقات الفرعية خلال أسبوعين اللي مضوا يعني. نعم. هلا العالم صارت تجي على بيوتها وتنظف، حتى تنظف انقاض بيوتها تزتهم على الطريق مشان نحن نقيمهم. خلينا نحكي لها هلا الناس صارت بس بدها موضوع تفعيل المياه والكهرباء. نحن هلا على على علاقه مع مديريه الكهرباء مديريه المياه مشان يوصلونا الكهرباء للابار اللي متوزعه على اربع مناطق هون بالزبداني. نعم. انه في احياء قابله للسكن، فمتى ما كان في مياه وصار في متى ما صار في كهرباء تشغل بيه فصار في مياه يفوتوا على بيوتهم. إيه فصار في مياه، فمياه بتسكن العالم، فمجرد ما صار فيها انا عندي اربع احياء انا هون متوزع حول المدينه غير المدينه هي المركزيه، مثلا فيها تهديم زياده، بس في مناطق ما فيها مثل قلعه الزهراء مثل حي السلطاني الميداني، هدول قابلين للسكن وهلا بيرجعوا العالم باسرع وقت. وطبعا هن بدهم شويه مساعده للاكساء، بس يعني الاكساء الخفيف بدنا نقول، يعني مثلا مثل نوافذ ابواب كذا ما له عمار، فهدول ممكن الاهل يرجعوا. وهن الاهالي هلا قاعدين بموقع يعني هون عند يعني جوارنا بالمناطق القريبة من الزبداني. صحيح. بس هدول هلا الاهالي يعني بفترة معينة بعد ما الان الزبداني منطقة امنة وتحررت، فصار كله بده يقعدوا، يعني صار اللي له شقة بده يجي ياخذها مشان يقعد البديل، يعني يطلع من البديل يقعد بديل. في اوراق رسمية مطلوبة عم يمكن تطلبوها من الاهالي عند عودتهم الى منازلهم؟ لا ما في، لانه كل واحد بيعرف بيته شو هو. صحيح. يعني احنا ادخال المواطنين لهون كل واحد بيعرف بيته، نحن عندنا مخاتير بيقعدوا على مفارق. نعم. مواقع معينه وبيدخلوا الناس وبيفوتوا على بيوتهم بينظفوا كل شيء وبيطلعوا اخر النهار. ممكن في ناس طلبوا مني انه هن يضلوا بالبيوت يسكنوا فيها، يعني كمان هي اضافه لشغله مهمه كثير، انه نحن هلا عم في طور اعاده تاهيل السهل، وتاهيل السهل هذا بيجيب قوت للناس، يعني مثلا الشخص اللي ما عنده قوت لا عنده وظيفه لا عنده كذا بالحال بالازمه هاي بتصير عمليه تعوض، صار بيقدر يجي يقعد ببيته ويروح على سهله يستصلح سهله وارضه ويصير له قوت يصلح بيته بنفس الوقت، اضافه لمساعدات من المنظمات الدوليه والانسانيه. نعم. بالموضوع هذا يعني طبعا يعني امتى متوقعين حتبلشوا بالشغل على الارض الواقع؟ يعني انا قلت لك من البدايه انه نحن بنشكر السيد المحافظ لانه كثير دعمنا بالموضوع وكثير ملاحق الموضوع ودائما يعني بيبعثنا الورشات. نحن هلا يعني سرعه العمل هي سرعه ايصال الماء والكهرباء بالدرجه الاولى. نعم. وهذا الدعم بده يجينا من البنيه التحتيه كلها من قبل الدوله والمحافظه. نعم. وانا قلكم يعني في توصيه كبيره من القياده من راس الدوله عنا الله يخلينا اياه الدكتور بشار حافظ الاسد، لانه هذا اهتمام بالغ ويمكن ما صار لمدينه ثانيه. ونحن هذا يعني باسمي باسم مدينتي باسم اهل الزبداني كلياتهم متشكره على يعني بالغ الاحترام والتعطاء اللي قدم لنا اياه بظروف كثير كثير قليله انه رجعوا على اعمار الزبداني. نعم. وهو انا كنت دائما اسمع انه هو بحب الزبداني وبحب اهله ويرجعوا لاهله، وهذا فعلا نفذ على الواقع. نعم ان شاء الله يا رب تم اي عمليه لاعاده الاعمار على اكمل وجه. هاي بدنا ننتقل للشان الثقافي، مثل ما في اعاده اعمار للحجر ايضا في اعاده اعمار للشان الثقافي بالمكان وبالمنطقه بشكل عام. خلينا نحكي شو هي الخطط الثقافيه يلي انوضعت. ان شاء الله باذن الله بترجع مثل ما كانت وافضل. نحن هلا بنتمنى انه نرجع نعيد الانشطه. نعم. نتمنى انه نرجع نعيد اعمار بالاول المركز
ونرجعوا مثل ما كان ونعيد الأنشطة الثقافية. نعم الأنشطة الثقافية، الحفلات، دورات الأطفال، فرقة الكورة، الدعم النفسي كتير ضروري بهذا الوضع، لأنه أطفالنا مروا شوي بظروف، عانوا شوي. إن شاء الله بنتمنى أنه هلأ نسعى بهذا الموضوع ونفعله أكيد. إن شاء الله يا رب بيتم أحياء كل نشاط ثقافي إن شاء الله، وبالعكس بيتم أحياؤه بذكرى نصر الزبداني ونصر كل شبر من أرض سوريا. شو مفكرين هيك دايما بيتراوح لأذهاننا؟ نحن من عنا أمل، السوريين هنن عندهم أمل، شو هيك متأملين ومتمنين يصير بعد ما نعمره؟ شو بدنا نعمل نحن كأنشطة؟ كيف بدنا نرجع للشباب الدعم النفسي؟ كيف بدنا ندعمهم نفسيا من بعد ما بيوتهم تخربت؟ في شيء تحضيرات بذهنك محضرتيها للمركز؟ بإذن الله إيد بإيد، ما في شيء صعب أكيد إن شاء الله. طبعا في كثير تحضيرات، في عنا كثير مشاريع ناويين نعملها، نرجع مثل ما كنا وافضل باذن الله، مثل الدورات كثير ضروريه للاطفال اكيد. الموسيقى اللي كانت تنمي مشاعر الاطفال صحيح. ان شاء الله. ونحن هلا رغم كل الظروف نحن عم نشتغل ببلدان بهذا المجال، يعني ما وقفنا رغم كل الظروف اللي مرينا فيها، نحساتنا عم نشتغل بهالامور هاي ومع الاطفال مع الكبار اكيد. نعم. ان شاء الله يا هيك بيعودوا البيوت، بتعود الأنشطة، بيعود كل شيء أحسن من ما كان. دائما الأمل موجود عند السوريين، الحياة موجودة. نعم نرجع لك استاذ، خلينا نحكي عن المحافظ، عن التواصل انتو كرئاسة بلدية الزبداني مع المحافظة. ايه بلدية الزبداني مبنى، ما في بلدية الزبداني مديرة المنطقة هدول اللي جنب بعضهم ببنى، ما في دمار كثير. فأنا يعني أنا رحت على البلدية بعثت الموظفين. نعم. وعم ينظفوا البلدية، ممكن استخدمها ولو هي في ممكن استخدم جزء منها وفعله. يعني مديرة المنطقة نفس الشيء. نعم. يعني كمان ممكن فعلها، بعض المدارس كمان ممكن فعلها واستخدمها. وأنا بدي أحكي على الكادر التعليمي، نحن خلال أكيد. السنوات الماضية الأربعة كنوات السنه الماضيه حافظنا على الكادر التعليمي، يعني ما خسرنا مستقبل الاطفال. فهلا نعم. هن بيجوا على مستقبل جديد، فبيكون الكادر ما ان شاء الله يا رب خسرنا سنوات تعليم. ان شاء الله يا رب الجهود دائما ستتوج وتكلل مثل ما كللت هالمنطقه بالنصر. ان شاء الله يا رب بنرجع بنشوف كل شيء مترجم على ارض الواقع ليا اكيد. ان شاء الله يا رب يحمل هاليوم مثل حمله هالصلوات الدعاء ان شاء الله ما بقى نشوف دموع مثل ما عم نشوف دموع امهات على المكان. اكيد ان شاء الله بننمحوا كل الدموع. نحن كثير بدنا نتشكرك الاستاذ سمير جمعه رئيس بلديه الزبداني، وايضا المهندسة نينا الخولي مديرة معهد الثقافة الشعبية، شكرا كثير لوجودكم ومبروك رجعتكم على الزبداني، وناطرين الامان لكل سوريا اكيد. ان شاء الله كل مناطق سوريا ان شاء الله بنرجع بنصيف بالزبداني وبنرجع بناكل تفاح وكرز وكل هالفواكه الطيبة ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. وهلا يا ليا وصلت حلقتنا لنهايتها. اكيد مشاهدينا كنا معكم اليوم بحلقة خاصة من هيدا المنطقة اللي حاول الارهاب انه يضربها، ولكن محاولاته باءت في الفشل وستبوء بكل ارض طبعا يدخلها الجيش العربي السوري. نتشكر متابعتكم لليوم، واكيد لكل حدا حابب يكون معنا على اطلاع عبر صفحتنا على الفيسبوك فيه يراسلنا، عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا انكم تبقوا بالف خير وباي باي. شكرا لك سالي، وبدي اقول يعطيكم العافيه لكل فريق العمل يمكن تحت الشمس أكيد. ولكن الحلقه كانت مميزه وبتستاهل مع هالصلوات ومع هالقداديس والدعوات لكل المناطق السوريه من منطقه الزبداني. بدنا نوجه لكم تحيه كثير كبيره، وتحيتنا الاخيره لارواح شهدائنا، الشفاء العاجل لجرحانا، ودعوتنا الكثير كبيره لابطال الجيش العربي السوري. مبروك العودة للزبداني، ملاقيكم بحلقة جديدة من صباحنا غير. باي باي.